يلا نبدي التوقعات بالسيء. هاي لنا بحسن. وإيش توقعاتك لكوبا أمريكا؟ سيء. هذا نهائي. 2024. جهز الهدية أحمد. الهدية طبعاً 100 ريال وطقم. للي يتوقع صح. باقي نص ساعة المباراة. يلا. عدل عدل. رفعها لمية. يلا إذا تبغاها لمية ريال سيء. لازم تجاوب صح. عليها طقم بعد. توقعاتك للنتيجة. يكون الفوز للأرجنتين. حلو. نتيجة كم؟ 3-1. لا اكيد اكيد انا اهم التفاصيل. توقعاتك للتفاصيل فيها ضربات جزاء شيء. يكون لهم ضربه جزاء بالغش وكذيك العاب. لمن بالغش يعني؟ يعني كولومبيا ارجنتين. انت يعني ارجنتيني؟ ارجنتيني ارجنتين وبرشلوني. برشلونه لازم لازم. هذه توقعاتك. توقعاتك احمد؟ انا 2-1 لمن؟ للارجنتين طبعا. ارجنتين انت بعد والله. يعني فيها ضربات جزاء تتوقع؟ فيها لمسه يد. توقعاتك الأفضل لاعب في المباراة؟ ما عليك من السيء. دي ماريا والله يستاهل والله يستاهل. فاضل وش توقعاتك للنتيجة؟ 5-1 لمن؟ كولومبيا 5-1. لا عاد فاضل دي النتيجة يعني 2-1 لكولومبيا. خلاص 2-1 وأحمد 2-1 لأرجنتين وأنت كم؟ 3-1. شوف أبو مرتجة. أبو مرتجة توقعاتك للنتيجة؟ أبو مرتجة الفوز الأزرق 1-0 الأرجنتين. أنت من مشجعين أي منتخب؟ أبو مرتجة بس لعبتهم أفضل الأزرق. توقعاتك على الأرجنتين تفوز؟ من هو اللي يجيب الهدف؟ والله يمكن احتمال ميسي. يلا الطقم شكله بيكون من نصيبك. واحد شكلها ها حمودي. يلا هذا التوقع القوي. هذا التوقع الصحيح ان شاء الله يعني 2-0 للارجنتين. خليها تطلع صوت لميه. هو ترى كل ما طلعت صوت خلاص ذاك وزاد. 2-0 للارجنتين. نعم 2-0. توقع نهائي ميسي بيجيب هدف لو ما بيجيب؟ بيجيب ميسي هدف. دي ماريا هدف. دي ماريا هدف يعني 2-0. ايوه نهائي. فيها عشاء اذا ان شاء الله. فيها عشاء نجيب لكم تستاهلوا. يا الله العظيم. يا الله نشوف باقي. حسن توقعاتك حسن للمباراه؟ الارجنتين نقول ان شاء الله هم الفايزين. 2-1. 2-1. لا 2-1 يعني زي احمد. 2-1. 2-1 الارجنتين. 2-1. دمعت خلاص. بعدين اذا باقي الشوط الاخير نغير. لا ما في تغيير. الحين لك مره واحده له. ما يصير اذا ما جابوا جول لازم نغير. ايوه نغير. لا توقع ده. يا تخيب بس لازم اذا ما جابوا جول. قلت لك انا حلو نبدل يعني الحين 2-1 للارجنتين. 2-1 اذا ما صارت ما جابوا جول في الشوط الاول ولا جول الفريقين نقول ان شاء الله نغير. ان شاء الله. ما تتوقع ضربات جزاء توصل ان شاء الله؟ يعني طبعا ده وصلت ضربات جزاء خلاص. ما احد يتوقع ضربات جزاء الى توقع جديد. ما تتوقع ضربات جزاء سيد؟ لا يمكن يجي ضربات جزاء اذا كولومبيا ضغطوا بقوتهم الدفاعيه عندهم كودرادو. انا اتوقع بتصير اشواط اضافيه 1-1 وبعدين بيسجل الارجنتين الثاني. يعني هذه تفاصيل احمد. أيوة. يعني انا اتوقع. ايوه شو تتوقع؟ اقعد. بتصير بلنتيات. اي بس الحين انت توقعت 2-1. 2-1 توقع غير معروف. يلا ناخذ منكم التوقعات في حال ضربات الجزاء. في حال ضربات الجزاء احمد خلاص عرفنا نتيجتك الاوليه في الاشواط الاصليه. اذا كان ضربات جزاء كم تتوقع النتيجه؟ ايوه بتصير 200. ترى عدلها قلبها. ايوه اذا كان ضربات جزاء كم يعني 5-5 هم يشوتوا. ترك النتيجة الأساسية 5-4 5-3 يلا مع أنه ما تصير الظاهر. يلا كم تقول ضربات الجزاء إذا وصلت؟ 4-2. حلو. ها فاضل 4-2. لا ما يصير زي السيد. هذه لازم تغير. 5-3 5-3 إلى من الأرجنتين لو جاي أحمد.
للأرجنتين لو كولومبيا، هو يشجع كولومبيا. كولومبيا لو الأرجنتين. كولومبيا وأحمد الأرجنتين. وأنت 4-2 الأرجنتين. محمود. إذا في حال ضربات الجزاء. 5-4 للأزرق بعد. لكولومبيا. إذا حالة البلنتي. هو أنت محمد. هاي نرى والله. ما انت بلنتيات بعدين احمد الحين ما لا انت الحين قول خلاص احنا اول فيديو واحد انا قلت البلنتيات الفريق الثاني الثاني غير في حال بلنتيات تتوقع توقع ثاني الى من الى الارجنتين لا يطلع ذاك بس الميت لا ما نبغى الارجنتين ما يحتاج السؤال ايه قول لي كم النتيجه في حال ضربات 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 الجزاء خلاص ذاك 2-1 عرفنا ضربات الجزاء ان شاء الله نقول بجيبه هي كم ضربات الجزاء 5-5 5-2 5-3 5-4 شو 4-2 متوقع 5-4 3-4 5-4 5-4 الأرجنتين وأنا أقول بفوز الأرجنتين 3-0 ما أحد قال النتيجة هذه وفي حال ضربات الجزاء 4-3 للأرجنتين بعد